المؤتمر. معي الآن الدكتور عبد السلام ناصية، عضو البرلمان العربي وأيضا عضو البرلمان الليبي. برحب بحضرتك يا فندم. كان اليوم هناك وثيقة التضامن العربي، تعليق حضرتكم على إيه؟ ماذا تعولون على القمة العربية في تونس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، يعني اليوم كان فيه مناقشة وفي عرض لوثيقة التضامن العربي اللي عدت من قبل بعض الخبراء العرب. أعتقد أن الوثيقة مهمة جدا، التوقيت مناسب. أهم ما تحتويه الوثيقة أو أهم ما جاء فيها هو الحقيقة بند المصالحة العربية العربية. يجب أن يفتح الحقيقة الحوار العربي العربي، مهم جدا اليوم. ونحن يعني بعد ما وصلنا إلى هذه المرحلة من التشتت ومن الفرقة ومن الصراع العربي العربي، معظم المشاكل في الوطن العربي حقيقة الحال هي صراعات عربية عربية. بالتالي يجب أن نكون يعني على مستوى المسؤولية وعلى مستوى الشجاعة، وأن نطرح مسألة التضامن العربي، نطرح مسألة الحوار العربي، المصالحة العربية العربية، وأيضا نطرح مسألة أخرى هامة جدا وهي العلاقة الاستراتيجية مع الدول الإقليمية في المنطقة. آن الأوان الحقيقة أن يفتح هذا الملف وأن يدرس دراسة معمقة وأن يكون فيه رأي عربي واستراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الدول الإقليمية في منطقتنا. صحيح الأمر ماهوش بسيط، ماهوش سهل، الخلافات كبيرة، ولكن لابد من البدء في هذه المرحلة. أنا أعتقد أن هذا أهم ما تحتويه وثيقة التضامن العربي العربي، واللي يجب أن يتم التركيز عليه أيضا حتى في القمة العربية القادمة. أيضا كان هناك حديث من بعض الأعضاء على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. رأي حضراتكم في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية فندم والبرلمان العربي؟ شوف، بالتأكيد العقاب دائما هو جزء الخاطئ وليس الأصح. بالتأكيد أن نحن مهما كان الخلاف مع النظام السوري ومع أي نظام عربي، يجب ألا يصل الأمر إلى مرحلة القطيعة، لأن في النهاية هذه دولة عربية. سوريا موجودة في الأمم المتحدة، سوريا موجودة في المنظمات الثانية، لماذا لا تكون مثلا في البرلمان العربي؟ حتى لو اختلفنا مع النظام العربي الرسمي، لابد أن تكون على مستوى الشعب السوري موجودة. من يكون موجود من سوريا هذا أمر آخر يناقش، لكن الحقيقة الغياب وإخلال مقاعد وترك مقاعد فاضية لدولة عربية، هذا يزيد من الجراح ويزيد من التباعد ويزيد من الفرقة. لابد أيضا نكون في شجاعة، وأن نحتوي بعضنا البعض، وأن نتحاور، وأن يعني نلوم بعضنا البعض، لكن لابد من إصلاح الوضع. يعني من الصعب جدا الحقيقة تخيل أن نحن نعاقب بعضنا بهالشكل، يعني لما أبعدنا سوريا مع من سنتحاور؟ مش يعني في المقابل ماذا يحدث؟ سيتلقف سوريا أطراف أخرى نحن نشكله مع أعداء. لا، إحنا الحوار مع سوريا أو لو أفضل الحوار مع الدول العربية أو لو أقرب من أن نحن نستبعد أي طرف عربي. أخيرا يا فندم، ما هي أهم التوصيات التي وصيتم بها حول ليبيا؟ وطبعا هناك بعض الأطراف المختلفة في ليبيا. الموضوع الليبي مشكلة كبيرة. ليبيا تحتاج إلى استعادة الدولة قبل التفكير في شكل النظام، أو قبل التفكير في أيضا ترتيب مسألة السلطة. أنا أعتقد أن ليبيا عانت كثيرا. الآن آن الأوان الحقيقة لكل العرب أن يتكاتفوا جميعا من أجل إعادة ليبيا، من أجل استقرار ليبيا، لأن استقرار ليبيا سيكون استقرار للجميع. نحن دائما في ليبيا نتفائل خير، دائما نعمل على أساس سعادة دولتنا، ونحن واثقين من أننا يوما ما وقريبا جدا سنستعيد هذه الدولة، وستكون حقيقة ليبيا بوجه جديد آخر، ليبيا اللي فعلا تكون جامعة لكل العرب. الدكتور عبد السلام ناصية، عضو البرلمان العربي لدولة ليبيا، أشكرك فندم، شكرا جزيلا. شكرا.